اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا استودعناك أولادنا يا ربي، أولادنا استودعناك إياهم في امتحان الثانوية العامة، واليوم هو يوم الأحياء. اللهم يا حي احيي قلوبهم وذكرهم يا أكرم الأكرمين، وعلمهم الأحياء يا الله، يا من تقول للشيء كن فيكون، ذكرهم ما نسي وسهل عليهم الامتحان. اللهم اجعلهم بهذا العلم من العالمين ومن المتفقهين. اللهم اجعله علم ينتفع به، اللهم اجعله علم طب ودواء، واجعلهم علم رفعة، واجعلهم به من النافعين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين.